من حقنا ندافعوا حقد السوري الاضراب، من حقنا باش نضربوا. واليوم نسبه نجاح الاضراب ومشكورين النقابات وعمال القطاع الخاص نسبه عاليه كبيره جدا، انه عندكم انه 174 برقيه، اليوم 150 مؤسسه. 150 مؤسسه. امس امضينا اكثر من 25 اتفاق مع ارباب العمل، ومشكورين لارباب العمل رغم الضغوطات اللي تكافي صفاقس. نضالكم اليوم، وقفتكم اليوم، نضالكم اليوم هو من اجل تكريس الحوار الاجتماعي قبل كل شيء. ونحن نفكروا بالاجتماع اليوم باش نعطوا لهم رساله مضمونه بالوصول. راهو الحوار حق مو شخصيه. الأصل في التعامل مع الأطراف الاجتماعية سواء كان حكومة سواء كان أعراف هو الحوار، وناخذ وقتنا الحوار ونصبروا برشا ونكونوا مرنين برشا، لكن في نهاية المطاف إذا كان الأبواب كلها مغلقة نمر إلى النضال، نمر إلى الاحتجاج كما اليوم. هذه رسالة صحيح، اليوم بدأت من صفاقس واستعموا الجهات الأخرى، يعني مش المفاوضات تبدأ من هنا، لكن الضغط يبدأ على مستوى الجهات، وهذا حق دستوري. أوفياء لهذا الأرض، أوفياء لهذه المعركة الدائمة والمستمرة من أجل الحق النقابي واستقلالية القرار النقابي. المنظمة حرة، لا أحد يملي عليها القرارات، وتعلمش بقية ثابتة. العواصف في 2011 هزت الناس الكل، ما فيه الاتكاء، لكن بقى الاتحاد العام التونسي للشغل واقف لانه صاحب باي في هالبلاد هذيه. نعتبر لم نختلق معركه، انما فرضت علينا، ولحد الان نعتبرها مش معركه. هذا يلفت نظر للراي العام والاعراف كي يعودوا الى رشدهم. جولات مطلوبيه للمؤسسات، نظام الاتفاقيات، وانقل لكم رساله واضحه للتفريغ الوطني. لن تمر هذه السنه دون ابرام اتفاقيات مع كل مؤسسات القطاع الخاص. Thank you.
شادي حق واجب وشرعية، السيادة الشرعية حق واجب وشرعية.